شيلدا عيان بروك شيلدا شو عامل بسناني؟ بعمل كل شيء بس هلا وقفت السكس ليه؟ ما بدي اعمل سكس بدي فيسبوك حتى يعطوني مصاري العالم وعم بيعطوك؟ عملي انستغرام كمان شو دعمل؟ شو عامل بحوايج بيك؟ شو عامل مش حلوين حوايج مش عاجبينك يا انا؟ بلا عيونها اسم الله خطر انا مش عاجبين حوايج بكل هالشباب مش عاجبين طبعا ماشي يا برجيت باردو ايا برجيت باردو ايا صوفيا لورا ايا بروك شيلد كتر خير الله بعضني يعني بال 35 ايوه انا كنت عايم 18 ومبينه اصغر بتعرف ليه؟ مشان كلهم جبت ظهري كل يوم والله حياه الله بتعرف ليه بجيب ظهره كثير؟ بضلهم مبين حلو بس مش مع مين مكان انا بحبه اسمه روبير برمي زبه انا جارك بروبير يا برمي زبه روب روب اير بقلب زيل بنتم بقول لي حموت فيك يا انا طيب وليش هون؟ بدك عم 200 دولار بيعطيني ليه بعدك واقفه هون؟ مش بعدني جاي انا جيت انا بلوق قديش ايه ليه ماني ببرمانا؟ شو بدي اعمل ببرمانا كلهم شحادين ماما ياكلوا روح يا عم بدهم يقعدوا مع 20000 طيب هون شو؟ هون خواجات هون عصر الدوره خواجات هون العالم هون بيدفعوا ببرمانا بدهم يقعدوا مع 20000 عشان بتكوني سرانكيه عملوا اهلا وسهلا بدي اشعر اهلا وسهلا فيكم يا مساء اوكازيون اوكازيون ب 20 دولار اوكازيون 20 دولار 20 دولار ونزلت السوق على على الاخر هلا هلا لانه اسمه بدي لي كهرباء شو عمل انا بس اعملوا ايس كريم كون شو حنفيه نزل حرقت السوق حياة ربك مش من سكسية بلا طبيعي كل هالجمال من سكسية اكيد سكسية ونص كل يوم بغير حياتي ساعة برجيت باردو ساعة صوفيا لوران ساعة سوزي بس هلا كثير لبق لك هيدا بالستيج حشتك هيدا صغير بلبس احلى ثياب انا بعرف عين العالم بدنا نصور ببلاش كلهم ما تخلي كلهم حياة ربك دبرني شو التليفون وين عم بكتب هلا اذا في محل قريب دبرني سكسي شو انت كثير سكسي وين كان سكسي تسلمي احسن ما تزعل وكيف بتعرفوا انه انا كيف بتشوفوني فوق يعني؟ لا ولو حتى الطاولات كانوا ينزل كنت تنزلي على الفيس واصله مواصيلك على اخر الدنيا شو بعدكم على استراليا بس عن جد في ناس بيحبوا يساعدوك ما معي تليفون ضيعته طيب انه جيبي تليفون يا عاطل ما بدي اجيب ما معي مصاري طيب هاي اللي عم تشتغلي جيبي اشتري تليفون خمس اشهر ما حدا اعطاني مليم ب 20 دولار تليفون صغير معك ما بيبعتوا لي شيء انا بخرى يا عمي ما بيعرفوا شو بدي حنوا علي شوي بعثوا لي شو واحد برنس برنس بالاخره والله يعمل لي صاروا شحادين يعمل لي شبات قبل ما اروح فيها ليه ما انت بتروحي للسياحة على دبي شو بدي اعمل دبي انا ما بروح زوق شو بخليه بلد ما انا كنت عارف ازياء حياتي ليه بتخدمني خدمات شو صور انا سوقت السنه الماضيه شو هو؟ طلع لي على الفيسبوك تكرم عيني فرجيك عيني هون في لا خلص